دار هذا الكويت السيد ناصر نفيسي المدير العام لمركز الجمال للاستشارات الاقتصادية. أهلا بك سيد ناصر. أهلا وسهلا. بداية سيد ناصر، يعني تراجع هذا الأسبوع ب4% تقريبا مصحوبا بتراجع في أحجام التداولات، كيف تفسر ماذا حدث يعني هذا الأسبوع؟ كما ذكرتي في المقدمة أن من أسباب التراجع تصاعد وتيرة التوتر في الخليج بما يتعلق بالملف النووي الإيراني والتصعيد المتبادل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية بما يتعلق بهذا الموضوع. وطبعا زيارة المسؤول الإيراني الكبير هاشمي رفسنجاني إلى الكويت، واللي أكد من خلال هذه الزيارة طبعا أن يعني المحصلة، احنا ما لا نتكلم بالسياسة، أن التوتر موجود ولا بد أن الأطراف المعنية تأخذ الحذر من التطورات المقبلة اللي نتمنى أنها بالنهاية تكون يعني إيجابية مهما كان. وقال أيضا في حال حصول أي هجمة سوف تتأثر المنطقة ككل بها. نعم، هذا يعني يعني التخوف، لكن إن شاء الله يكون هذا يعني غير واقع، مجرد مناورات وتكتيكات سياسية. الأمر الآخر اللي أثر في السوق سلبا هو جني الأرباح. كان الأسبوعان الأولان من شهر أبريل شهد ارتفاع ملحوظ وصل إلى تقريبا 8%، فبالتالي صار عمليات جني أرباح بالإضافة إلى موضوع التوتر الأمني في المنطقة. طبعا تبعا لذلك انخفضت التداولات مثل ما تفضلتي بمعدل 36% من متوسط يومي 135 مليون ونص دينار إلى 87 مليون دينار. نعم سيد ناصر، ماذا عن التذبذبات التي شهدناها في السوق السعودي؟ هل أنت من المحبذين بفكرة علاقة السوق الكويتي بالسوق السعودي، أو تعتبر بأنه لا يوجد أي علاقة بين السوقين؟ من الناحية المنطقية والعلمية لا يوجد أي علاقة، المؤشرات متباينة ومختلفة ما بين السوق الكويتي والسوق السعودي. أنا لست مختص في السوق السعودي، لكن مكررات الأرباح في السعودية ضعف مكررات الأرباح في الكويت على الأقل، فبالتالي لا يوجد هناك يعني تماثل حتى يكون هناك تتابع في حركة الانخفاض والارتفاع. لكن العامل النفسي هو سيد الموقف، وخاصة صغار المستثمرين يبحثون عن الأخبار والإشاعات يمينا وشمالا لتوجيه قراراتهم، وطبعا كل معظم قراراتهم تتجه بالطريق غير الصحيح، فلا توجد علاقة فعلية وعلمية، إلا أن العلاقة مجرد هي نفسية وتؤثر على شريحة صغار المستثمرين. نعم سيد ناصر، المزيد من نتائج الشركات تم إعلانها هذا الأسبوع خاصة في القطاع المصرفي، بشكل عام نتائج الربع الأول، هل لك أن تلخص لنا هذه النتائج؟ نعم، حتى الآن أعلنت 8 شركات من أصل 161 شركة مدرجة في سوق الكويت الأوراق المالية، وآخرها بنك الخليج المتحد، عن نتائجها للربع الأول 2006. النتائج حتى الآن مجموعها 152 مليون دينار أرباح بالمقارنة مع 115 مليون دينار أرباح للربع الأول 2005، اللي يعطينا نسبة نمو في الأرباح 33%. تركزت الإعلانات في قطاع البنوك، حيث أعلن 4 بنوك عن نتائجها التي شكلت 92% من النتائج اللي ذكرناها، هي 152 مليون دينار. بس حبينا نوضح ان بنك الخليج المتحد هو بنك استثماري لكن غير مدرج في قطاع البنوك، كونه بنك مسجل في البحرين ومدرج في قطاع الشركات غير الكويتية. النتائج حتى الآن لا تعتبر مقياسا لاتجاه النتائج للربع الأول 2006،
بل نتوقع أن تنخفض النتائج ب30% عندما تكتمل كافة الإعلانات للشركات المدرجة، وذلك كأثر مباشر لتكبد شريحة كبيرة من الشركات لخسائر غير محققة عوضا عن أرباح غير محققة في العام 2005. نعم سيد ناصر النفيسي، لدينا 15 ثانية، ما هي النصائح التي تقدمها الآن للمستثمر الصغير؟ طبعا المستثمر الصغير على فئتين بشكل مختصر جدا. الفئة الأولى عنده دراية استثمارية وخلفية في التداول في الأوراق المالية، نعم. فهذا لابد أن ينتقي الأسهم الممتازة وذات الأداء، نعم. التشغيلي، نعم. لكن الشريحة الثانية وهي النسبة الساحقة، نعم. لا تقل عن 95%، نعم. هاي تحتاج إلى التفكير في بدائل أخرى عوضا عن الأسهم. شكرا جزيلا لوجودك معنا. مشاهدينا الآن نتوقف معكم.